تعرف بأطباق المناطق المغرب، يعني كتجمع هذا المهرجان كيجمع ما بين الثقافة والفن والتراث والصناعة التقليدية. كان هذا العام هذا يعني اللي كيميز هذا الدورة السادسة هو الحمد لله، يعني ملي بدينا حنايا وهو غادي في السهار وتحسن بدينا في صد الأطباق، وصلنا لدابا 30 طبق 30 شكل ديال الكسكسو من خزالة في مدينة المغرب الحبيبة. اللي كيتميز هذه السنة هذه هي مشاركة مصر معنا، تونس، الصحراء الحبيبة. حنا بغينا نقربوهم باش يدخلوا ويشوفوا سلاسة هي شنو فيها الرباط الكناس طنجة، هو هذا اللي درنا هذا المهرجان هذا. حنا هذه السنة هذه بدينا كما قلنا بمصر بتونس، هذا حنا إن شاء الله بإذن الله يعني من بعد غادي نبقاو كل سنة غادي ندخلوا معنا يعني الدول، حنا غادي نشاركوا الدول العربية كلها، كاع اللي عندها كل واحد عنده طبق الكسكسو ديالو في شكل حنا بغينا نعرفوه، وغادي يشاركوا معنا إن شاء الله من هنا يعني الدورات الأخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم.